واقعا المشهد السياسي والمعطيات الداخلية والخارجية تؤشر بأن هنالك حدث ما قد يحدث في البلاد، تؤشر أن الوضع سيشهد يعني ربما أحداث غير تقليدية. الوضع خطر جدا ومحكوم بنفس الآليات السابقة، محكوم بآليات حكم عقيمة وبطبقة سياسية أغلب أعضائها هم من غير المؤهلين لإدارة البلاد، ولذلك ظلت الأزمة تتفاقم بين الحين والآخر إلى أن وصلت إلى حالة من حالات الانسداد، خصوصا منذ عام 2018 وحتى اليوم ونحن في حالة من الانغلاق وعدم القدرة على تشكيل حكومة طبقا لنتائج الانتخابات، ولا حتى كان هنالك قدرة لمعالجة ظاهرة مقاطعة الانتخابات أو الوقوف على أسباب هذه المقاطعة، هل هي عدم اكتراث أم أنها موقف احتجاج؟ هذه كلها حقيقة لم تدرس، يعني واضح أن البلد يدار بعقلية جامدة، عقلية لا تمتلك فكرا سياسيا ديناميكيا يعني يتفهم الواقع، يتفهم المتغيرات، يتفهم اللي يحصل في الخارج ويتحرك في ضوء ذلك.